الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته باب الصيام، قال: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. سبق هذا تفصيله يوم أمس، وقلنا معنى التأويل، وقلنا أنه على قسمين: تأويل قريب وتأويل بعيد، وضربنا لذلك أمثلة. ومن أمثلة التأويل البعيد مثلا يعني بعض الأمراض قد تأتي الناس فتكون عنده قد اعتادها، فإذا كان اعتاد أن غدا يصيبه هذا المرض حمى أو شيء من هذا القبيل فيعجز معه عن الصوم، فهل له أن يفطر قبل أن يصاب بالمرض؟ ليس له ذلك، هذا يسمونه تأويل بعيد. وكذلك المرأة عادتها أن تحيض، تعلم من عادتها أنها غدا ستحيض في أول النهار أو وسط النهار، فهل لها أن تفطر لأنها تعلم أنها في النهار ستحيض؟ قالوا هذا تأويل بعيد، لا يجوز لها أن تفطر، لا يجوز لها ذلك. قال: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. قلنا إذن شروط الكفارة ذكر فيها خمس شروط، ذكرنا التعمد والاختيار وانتهاك الحرمة والعلم بحرمة ما يوجب عليه الكفارة، وأن يكون هذا في رمضان لا في قضائه، هذه الخمس. وعند مالك وكذلك عند أبي حنيفة أن الكفارة تلزم كل من أفطر رمضان متعمدا، سواء بأكل أو بشرب أو بجماع أو باستمناء أو بتعمد إنزال وإخراج الماء، كل هذا يعتبر يلزمه القضاء والكفار. وذهب الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أن الكفارة تخص الجماع بخلاف من تعمد الأكل والشرب، فهذا يلزمه القضاء ولا كفارة عليه، وقد ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا جدا. طيب، بعد أن بين ما يتعلق بهذا قال: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. لما بيّن متى يلزم القضاء متى يلزم الكفارة باختصار، ذكر ما هي الكفارة، ذكر ما هي الكفارة. وهنا فيه مسألتان: الأولى، الكفارة هل هي على الاختيار أو الترتيب؟ الكفارة هل هي الاختيار أو الترتيب؟ أول ذلك الكفارة ما هي؟ الكفارة فيها العتق، صيام شهر متتابعين، وإطعام 60 مسكين. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي الموطأ وفي غيرهما، في الرجل الذي جامع امرأته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت وأهلكت، في رواية قال: احترقت، وفي ألفاظ أخرى كثيرة. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقعت على أهلي وأنا صائم، جامع وهو صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة، أي آتق رقبة؟ قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: والله يا رسول الله ما بين لبتيها أفقر من أهل بيتي، يعني أنا أفقر أهل المدينة. فقال: اجلس. فهذه الكفارة، هل هي على التخيير أي يفعل ما يشاء من الثلاثة، أو هي واجبة على الترتيب؟ ذهب مالك إلى أنه مخير، لأن مالك روى في الموطأ الحديث بصيغة التخيير، أو اعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا، ولفظة أو تفيد التخيير. وفي حديث آخر عن عائشة الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: تصدق، تصدق، فذكر الصدقة، فقالوا: إذن هي على التخيير.
أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أنها على الترتيب، على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا قال لا أستطيع، افعل كذا قال لا أستطيع، قال افعل كذا، يعني رتب له الكفارة، يعني ماذا؟ رتب له الكفارة. وقول الجمهور أقوى في هذا الباب، لكن عند في المذهب أنه على التخيير. طيب، ولما ذهب المالكية إلى التخيير فأيها أفضل؟ قالوا الأفضل هو الإطعام، لأن منفعته عامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بذلك، واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تعمد الفطر، قال أطعم، أقال تصدق، فأمره بالإطعام. ثم إن الإطعام فيه منفعة للشخص لأنه يكفر عن ذنبه، ومنفعة للناس. وأما العتق فيتعلق بواحد، وأما الصيام فيتعلق به هو نفسه. فقالوا إذن الأفضل هو ماذا؟ هو الإطعام. نعم، قال والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكين، لا بد من 60، ما هو واحد 60 مرة، ولا 2 30 مرة، ولا 23 مرة، ولا 4 أفراد 15 مرة، ولا 10 6 مرات، ولا 20 3 مرات، أو نحو ذلك، بل 60 فرد، إطعام 60 مسكينا. لهذا الكفارات ينبغي أن ينتبه لها، فحيث جاء اعتبار العدد وذكره لا بد منه، أو إطعام 10 مساكين لازم 10، أو إطعام 60 مسكينا لازم 60. وأما فدية طعام مساكين عموما فقد يكرر المسكين، فلا بد من التنبه لهذا الأمر. فالكفارات ينظر إليها حيث اعتبر العدد لا بد منه، فلا بد من 60 مسكين، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف. يطعم 60 مسكين، لكل مسكين مد، يعطيه المد، هذا هو المد، من قمح أو شعير أو دقيق أو غالب قوت البلد، فيكفيه أن يعطيه مدا. ولا يصلح أو لا يصح في المذهب أن يغذيه أو يعشيه، أو أن يعشيه، لكن من الفقهاء من أجاز ذلك، من فقهاء المذهب من أجاز، يعني إذا فطروا أجزأه أو عشاه أجزأه، وهذا يظهر، وهذا أظهر، يظهر أنه صحيح بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذلك أحب إلينا، تفضل، أحب إلينا. وجه تقديم الطعام أن منفعته عامة، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، يعني له ذلك، فهو مخير، هذا المذهب كما ذكرنا، ونتم بعد الأذان. نعم، قال وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. قلنا قول الجمهور أقوى، وهو أن الكفارة على الترتيب، فلا بد من عتق رقبة، ويشترط في الرقبة أن تكون مسلمة، أن تكون مسلمة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين الشهر العربي، فإن لم يستطع فيطعمه ها هنا 60 مسكينا. قال وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، يعني إنسان راه يقضي أيام رمضان وأفطر، فلا يلزمه ماذا؟ الكفارة، لا يلزمه الكفارة، لكن لا يجوز أن يفطر، لا يجوز، آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى على زوجتيه أو على امرأتين صحابي من الصحابة عائشة وحفصة أو غيرهما، فقالتا يا رسول الله استغفر لنا، قال وما ذاك؟ قالتا كنا صائمتين فأفطرنا. فقال صلى الله عليه وسلم أمن قضاء، يعني هل أفطرتما من قضاء ولا من التطوع؟ قالتا من قضاء، قالتا من تطوع،
فقال لا يضركما. في بعض الروايات إذا كان من تطوع لا يضركما، يعني لو كان من القضاء يضركم، لو كان من القضاء فإنه يضركما. فمن كان يقضي رمضان لا يجوز أن يفطر، يعني إنسان عنده أيام رمضان السابق، امرأة تقضي أيام حيضها، أو رجل يقضي أيام مرض فيه من رمضان السابق أثناء النهار، لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له إلا إذا كان عذر، سافر ولا مرض أو شيء من هذا، العذر واضح، فلا يجوز له أن يفطر. لو أفطر، لو أفطر سواء بأكل أو شرب أو جماع أو استدعاء مني أو غير ذلك فتعمد ذلك، فإنه آثم لا يجوز له ذلك، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم فقط، يقضي ما عليه من رمضان، لا يجب عليه قضاءان، لا يجب عليه قضاءان، قضاء اليوم الذي يصومه وقضاء اليوم الذي من رمضان، ولا يجب عليه الكفارة، وإنما يجب ما تعلق في ذمته وهو اليوم الذي يقضيه من رمضان. فقال وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، وإنما يقضي يوما واحدا. طيب، ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. المغمى عليه، المغمى عليه عندنا في المذهب، المغمى عليه له صور، أن يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد الفجر، ثم سواء دام معه الإغماء أو انقطع، طال معه أو قصر، المهم إذا كان أغمي عليه قبل الفجر وأفاق بعد الفجر، يعني الوقت الذي يلزمه فيه أن ينوي الصيام لم يعقد، لم يعقد الصيام، لم يكن قد نوى الصيام، وبالتالي ماذا؟ لا صوم له، قالوا عليه القضاء، إلا إذا كان نوى قبل ذلك، إذا كان نوى ليلا نوى أن يصوم فلا إشكال، لكن إذا لم ينوي وأغمي عليه قبل الفجر واستفاق بعد الفجر، فهنا المذهب أنه ماذا؟ ليس لا, 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 لا صوم له ويلزمه القضاء. طيب، إذا أفاق قبل الفجر ونوى ثم أغمي عليه بعد الفجر وطال الإغماء، يعني كان أكثر اليوم، موش أقل ولا النصف، أكثر اليوم، قالوا هنا أيضا لا صوم له، يلزمه القضاء. أما إذا نوى ووقع الإغماء بعد الفجر وكان هذا الإغماء لوقت قليل أو نصف النهار، استوى الإغماء والإفاقة، قالوا هنا صومه، صومه صحيح. نعم، وذهب غير من أهل العلم أن 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 هذا يعد عذرا في حقه، فمدى استيقظ نوى ولا يلزمه القضاء، لأن التكليف مناط بالقدرة، فإذا كان نوى ليلا فهذا أمره، إذا لم ينوي ليلا وأغمي عليه فمتى استيقظ أحدث النية، لأن هذا أمر ليس بيده ولا يلزمه، ولا يقال أنه لا صوم له أو أنه يلزمه القضاء، بل متى استيقظ أحدث النية. ويلتحق به من يصاب بجنون مؤقت، الجنون الذي لا يثبت ليس مطبقا، بعضهم قد يذهب عقله ويأتي، مثل المرض الذي موجود الآن الذي زهايمر هذا، يعني يذهب عقله ويأتي ويذهب، فإذا كان في تمام عقله ويميز يجب أن يصوم ويمسك عنه، ومتى ذهب عقله فصار غير مكلف. نعم، وبخلاف النائم نعم فصومه صحيح. نعم، قال ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. طيب، لما ذكر الإغماء عاد وذكر بما يتعلق بالصلاة، مع أنه هذا فات، سبق في باب الصلاة أنه ذكر حكم المغمى عليه، المغمى عليه يقضي من الصلوات ما في وقته،
يعني إنسان أغمي عليه مثلا قبل الظهر، قبل الظهر، أفاق بعد الظهر يقضي الظهر، أفاق بعد العصر يقضي الظهر والعصر، أفاق بعد المغرب يقضي المغرب. إنسان أغمي عليه قبل العصر، أفاق قبل المغرب يقضي العصر، أفاق بعد المغرب يقضي المغرب فقط لا يقضي العصر. أغمي عليه قبل المغرب وأفاق بعد المغرب يقضي المغرب، أفاق بعد العشاء يقضي المغرب والعشاء، أفاق قبل الفجر يقضي المغرب والعشاء، أفاق بعد الفجر يقضي صلاة الفجر فقط، فلا يقضي إلا ما في وقته. قال: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه. هذا واجب على المسلم في كل وقت وفي كل زمان ومكان، في كل وقت ومحل وآن، وهو حفظ اللسان، أن يحفظ لسانه. فليس المسلم بالفاحش ولا المتفحش ولا البذيء ولا اللعان ولا الطعان، وليس بالسباب ولا بمن يشتم ولا بمن يقوم الكلام يقول الكلام البذيء. بل قال جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون، يعرض عن اللغو. فالصائم يحفظ لسانه، يحفظ لسانه كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: كف عنك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. إلى غير ذلك الأحاديث التي جاءت تأمر بحفظ اللسان. فالصائم يجب أن يحفظ لسانه وجوارحه وجميع أعضائه، وجميع أعضائه من يديه ورجليه ولسانه وعينه وسمعه وشمه، يحفظ كل ذلك عن الحرام. ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه. فشهر رمضان عظمه الله تعالى وذكره في الكتاب: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان. ففضل الله عز وجل هذا الشهر بكثير من الأمور الفاضلة، فاختاره شهرا لإنزال القرآن فيه، واختاره شهرا لفرض الصيام فيه، وجعله شهرا مباركا وشهرا كريما وشهرا عظيما تضاعف فيه الأجور، وتغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنان، وفيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فلا بد أن يعظم، فلا بد أن يعظم من الشهر ما عظم الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وإنما يعظم شعائر الله من يعظم الله، وإنما لا يعظم شعائر الله من لا يعظم الله سبحانه وتعالى. فمن يعظم الله جل وعلا يعظم شعائره، ولا يعظم شعائر الله إلا من يعظم الله تبارك وتعالى. وأما الذي يستهين بالشعائر فهذا ليس معظما لله، ليس معظما لله جل وعلا. فينبغي المسلم أن يحفظ لسانه وجوارحه وأن يعظم هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغناه ونحن في صحة وعافية، وأن يرفع عنا الوباء، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله